العبد أخي الحبيب إذا أحبه الله ابتلاه، كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرفع منزلة لإنسان يبتليه بما يكره. إذا أحب إنسانا يحبه أن يدعوه. طيب الآن إذا كانت ظروفك كلها جيدة وأنت تغرق في التجارة والمال والدنيا إلى آخره، طيب هناك أناس أخي الحبيب يغرقون في المال، تمر عليهم أيام، أشهر، سنوات، ينسى أن يقول يا رب، ينسى أن يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الدنيا شغلته. الدنيا مثل الموج الجارف أخي الحبيب، هذه الدنيا هي مثل الموج العاتي الذي يجرف كل ما يجده في طريقه. فإذا استسلمت للدنيا نسيت الله ونسيت نفسك ونسيت الآخرة، ستكون ممن يقول الله فيهم: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. فالبلاء والضر وتخلي الناس عنك هذا أمر إيجابي، يجب أن ننظر أنه محبة من الله لنا، وليس أن الله يكرهني. لماذا خلقني؟ الله يريد لي الخير. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإله العظيم يريد لك الخير ويريد لك السعادة ويريد ويعرف مصلحتك أكثر منك. أنت عندما تذهب بابنك للطبيب ويقول لك يحتاج لعملية جراحية، أنت تسلمه ابنك وتعطيه مالك وأنت فرح أنه سيقطع أجزاء من ابنك، يستخدم المشرط ويبدأ بالعملية وأنت مبسوط فرحان. لماذا؟ لأنك تدرك أنه سيتألم قليلا ولكنه سيفرح كثيرا وسيرتاح كثيرا. كذلك أخي الحبيب، أنت الآن في مرحلة الدنيا هي عبارة عن متاع. قل متاع الدنيا قليل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. متاع يعني أنت ذهبت في رحلة لمدة ساعتين 3 يوم وانتهى، هذه هي الدنيا. فالله يريد لك الآخرة، الله يريد الآخرة الباقية، يريد لك هذا الخير، وبالتالي يجب أن تتألم قليلا في الدنيا. انظر إلى هذه الدنيا وكأنها عملية جراحية، يعني إذا أردت أن ترتاح انظر إلى همومك وبلائك وضيق رزقك ومشاكلك التي تعاني منها وتخلي الناس عنك. انظر لهذا الأمر على أنه مثل عملية جراحية أنت تقوم بإجرائها في الدنيا لترتاح بعد الموت، لأن الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا يجب أن نتميز أحبتي في الله بثقافة البلاء، ثقافة أن ننجح في الاختبار. أنت عندما ترسل ابنك ليختبر ليدخل في كلية الطب مثلا أو كلية الهندسة، أو ترسله ليختبر من أجل وظيفة مرموقة، سيتعرض إلى أسئلة قاسية، ربما سيسهر ليالي طويلة ليحضر لهذا الامتحان، ولكن أنت فرح لأنك تنظر لما بعد الامتحان. الدنيا هذه أخي الحبيب هي امتحان، هي فترة اختبار، فإما أن تنجح فيها أو تفشل فيها. هناك من يضيع وقته وهو في الاختبار ويجلس ويلهو وتكون نتيجته سيئة، وهناك من يجتهد ويعمل فيحصل على ما يطمح إليه. لذلك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم. إذا نحن خلقنا لنبتلى. أكرر أخي الحبيب، احفظ هذه الآية، الذي خلق الموت والحياة. لماذا خلق الموت والحياة؟ لنذهب ونشاهد المسلسلات والأغاني ونلهو ونجمع ونأكل ونشرب ونبني وكذا؟ لا، ليس هذا هو الهدف. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم.
والبلاء هو الأشياء القاسية التي يتعرض لها الإنسان، المرض الشديد، ضيق الرزق، أذى الناس لك، أذى زوجتك لك، أو بالعكس أذى الزوج للزوجة، تصاب بمصائب، يموت إنسان عزيز عليك، تفقد إنسان كان يحميك، تبتلى بأمراض متعددة. هذا هو البلاء ليبلوكم، هذا معنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل تصبر وتتقي الله وتقول يا رب أنا سأنجح في الاختبار، سأصبر ابتغاء وجه الله؟ سيدنا يعقوب عندما صبر ماذا قال؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لم يفقد الأمل حتى بعد 40 عاما، بعد أن ذهب سيدنا يوسف، وطبعا خدعوا أباهم وقالوا أكله الذئب، وكل الناس اعتقدوا أنه انتهى، هذا النبي الكريم سيدنا يعقوب لم يفقد الأمل، قال لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لم ييأس. طيب أنت يصيبك مرض تيأس، تفقد شيئا تيأس؟ لا، سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف والأنبياء جميعا نجحوا في الاختبار، نجحوا في هذا الابتلاء. يجب أن تنجح في هذا الابتلاء فتقول يا رب أنا سأصبر صبرا جميلا. عندما تصاب بمرض أو ابتلاء أو ضيق، إياك أن تقول ما الذي فعلته يا رب لتبتليني، ما الذي فعلته لكي أخسر تجارتي أو أفشل في عملي أو أفشل في زواجي، ما الذي فعلته؟ إياك أن تقول ذلك. إذا قلت ذلك فهذا بداية أول درجات الكفر والعياذ بالله. أول درجات الكفر الاعتراض على قضاء الله. إبليس لماذا خرج من الجنة؟ اعترض على قضاء الله. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، لم يسجد لسيدنا آدم. ثقافة الابتلاء أخي الحبيب نحن بحاجة لها لكي ننجح في هذا الاختبار، وإلا كارثة. إذا كنت ممن يتذمرون ويسألك ماذا كذا، تقول ما ذنبي أن أبتلى بكذا، ما ذنبي، وكأنك تشكو الله إلى عباد الله. هذه أخطر قضية أنت يجب أن تحذر منها وتتجنبها. كل الأنبياء صبروا، فصبر جميل. لذلك الله عز وجل يريد لك الآخرة ويريد أن يدخلك في جنات النعيم. ما هو الإجراء الذي سيطبقه عليك لكي تصبر؟ طب إذا أعطاك المال والمتاع والدنيا، طب على ماذا ستصبر؟ فهنا يأتي دور البلاء. طبعا هناك صبر على الشهوات أصعب من الصبر على ضيق الرزق، يعني هناك أنواع من الصبر. حتى تصبر يجب أن تبتلى، والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فإذا البلاء طريق الجنة، إذا لم تبتلى هذه مشكلة. يعني كان أحد الصالحين يقول أنا اليوم الذي لا أبتلى فيه أخاف فيه على نفسي من الفتنة. إذا مر يوم ولم يبتليه الله بشيء يصبر عليه يخشى على نفسه من النار والعياذ بالله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.